تعرفوا ايه هو حساب التكاليف الهامشيه؟ لسه بنتكلم زي ما احنا في سلسله حلقات عن محاسبه التكاليف، والنهارده هنتكلم عن التكاليف الهامشيه اللي بتتسمى في بعض الاحيان تحليل التكلفه لحجم الانتاج، وهي بتبقى مرتبطه بتكلفه المنتج، وده عن طريق اضافه لوحده اضافيه للانتاج، وهي بتبقى مفيده في حال اتخاذ القرارات الاقتصاديه قصيره الاجل. وكمان التكلفه الهامشيه ممكن تساعد الاداره في تحديد تاثير المستويات المختلفه للتكاليف على الربح التشغيلي، والاداره ممكن تستخدم النوع ده من التحليل عشان تحصل على نظره شامله للمنتجات الجديده اللي ممكن تكون مربحه، وعلاقه ده باسعار مبيعات المنتجات الحاليه وتاثير الحملات التسويقيه. وكمان بيتم احتساب نقطه التعادل، وهي مستوى الانتاج، حيث يساوي اجمالي ايرادات المنتج الى اجمالي المصاريف، على انه اجمالي التكاليف الثابته للشركه مقسومه على هامش مساعدتهم. وكمان ممكن حساب الهامش المساهمة المحسوب على انه ايرادات المبيعات مطروح منه التكاليف المتغيرة على اساس كل واحدة تحديد مدى مساهمة منتج معين في الربح الاجمالي للشركة. اتمنى معلومة النهاردة تكون مفيدة. تابعونا على صفحات السوشيال ميديا واليوتيوب Ultimate Academy.